صباح ايضا مختلف، ومعانا ضيف مختلف في الفهم والمضمون والاحساس، استاذ محمد زكي محمود، سكرتير راحل المقيم السيد الامام الصادق المهدي، عضو اللجنه القوميه في تخليد ذكرى السيد الامام الصادق المهدي. سيد محمد زكي، محمد زيك وسعيدين صباح نلتقي بك وتشرفنا على بي ان اف ام مولد الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا بدوري سعيد أن أكون معكم. التحية لقناة النيل الأزرق وللبرنامج والأستاذة الصديقة عفاف وأسرة التحرير، تحياتي ومحبتي لكم. طب سيد محمد زكي، زيلنا بدور حول حياة قضيتها كاملة مع السيد الإمام الصادق المهدي، حتى طريقة توسع يعني مكتسب حاجات منه في الوجود، وهو يعني قامة سودانية وعلامة في تخليد ذكرى، وأن يتحدث حبة عن جوانب من شخصيته المعلومة للناس دي ما أصلا معلومة خفية. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم طبعا بتمر الذكرى الأولى من الرحيل المر، وآخر ما كتبه الحبيب الإمام أفضل الناس في هذا الوجود شخص يترحم وشيعوه قائلين: ولقد شيعنا حقان إلى الحق، إنا إلى ربك الرجعة. أنا قضيت تقريبا 20 عام مع الحبيب الإمام برفقته، رافقته في كل سفرياته في الداخل والخارج، وعملت معه. وأنا زي ما قلت يعني قبل كده، كنت بتعامل أنا مع نبي في سلوكه وفي أخلاقه وفي تعامله مع الناس. فنحن بالجد فقدناه، كان يتعامل مع كل الناس باحترام، وهو شخصية أنا في تقديري لم ولن تتكرر بعد يعني. فهو إنسان بمعنى إنسان، يعني ما في اختلاف، يعني ما في اختلاف حول الصادق المهدي. الناس يعني مجمعة على فكره، على وجوده الوطني والإنسان، يعني في ناس كثير ما مختلفة يعني على وجوده ومكانته السودانية. طيب السيد محمد زكي، بالنسبة لتخليد ذكرى الإمام الصادق المهدي في ذكرى، شنو يعني الحيثيات اللي حتجرى اليوم؟ في لجنة طبعا، تكونت لجنة قومية بضم كل أطياف المجتمع السوداني برئاسة الدكتور الحبيب قاسم بدري والحبيب رباح الصادق المهدي. واللجنة دي فيها 10 لجان، وكانت بتعمل يعني كل سبت في اجتماع في جامعة الأحفاد، وخلصنا إنه الاحتفالية تكون في 5 محطات. المحطة الأولى يوم رحيله 26 نوفمبر، والمحطة الثانية تكون يوم 19 ديسمبر إعلان الاستقلال من داخل البرلمان، والمحطة الثالثة تكون يوم 25 ديسمبر، والمحطة الرابعة 1/1 استقلال السودان، والمحطة الخامسة هي الاستقلال الأول وتحرير الخرطوم 26 يناير. وعدينا يعني برنامج حافل يليق بهذه المناسبة الحزينة، ولكن للظروف الحزينة المر بها البلد. نعم. ونترحم برضو على شهداء الثورة. غلصنا البرنامج في برنامج روحي يبدأ من صلاة الجمعة اليوم. نعم. وهيئة شؤون الأنصار عممت الخطبة في كل مساجدنا في الولايات والعاصمة، وبعدها يتحرك موكب من منزل الإمام الصادق المهدي بالملازمين إلى بيت المهدي، موكب حزين، وبعده يعني نختم القرآن وقراءة الراتب وكرامة يعني على روحه. وبعد ذلك هنالك برنامج آخر يبدأ في 6 مساء، فيه كلمات
من هيئة شؤون الأنصار وحزب الأمة القومي واللجنة القومية وممثل للسلك الدبلوماسي وللقوة السياسية والمرأة وبعض القصائد الرثاء وبعض يعني الأناشيد من الأطفال، لأنه هو علاقته كانت بالأطفال كما يسميهم الحبان. نعم. برضو يشاركون إن شاء الله اليوم في هذه المناسبة الحزينة جدا. طب إلى أي مدى أثر بسيط صادق مهدي على حزب الأمة نفسه؟ حزب الأمة مؤسسات طبعا بالتأكيد، يعني رحيل الإمام عليه الرضوان أثر علينا كلنا وأصبحنا يتماء نحن، ولكن بالتأكيد أنه هنالك تأثير كبير جدا. ولكن حزب الأمة كما تعلمين مؤسسات، يعني هي بتعمل المكتب السياسي و مجلس التنسيق الأعلى والأمانة العامة، ولكن فقده هو تأثير لحزب الأمة وتأثير للسودان، ونحن كنا أحوج له في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها السودان من انفلات أمني وأخلاقي وانهيار اقتصادي، فله الرحمة والمغفرة إن شاء الله ربنا يتقبل. وش الكتاب معك سيد محمد؟ هذا الكتاب أعدته أعدته الحبيبة رباح وقدمته، وهذا هو من يعني إنجازات اللجنة القومية. والحبيبة رباح ربنا يعني يمتعها بالصحة والعافية، هي قامت بدور كبير جدا في كتابة السيرة والمسيرة للحبيب الإمام. اسمه بالكامل؟ الكتاب اسمه حراسة مشاريع الحق وحماسة الثورة وميزان الحكمة. أيوة، فأنا بهدي لك هذا الكتاب يعني. يا سلام، شكرا. فهو ده فيه يعني كل السيرة الذاتية، ليس السيرة الذاتية ولكن فيها كل هذه إسهاماته في إعادة الديمقراطية ومناكفته للنظم الاستبدادية، ويعني كل دوره في كل الثورات الاستبدادية وإعادة الديمقراطية، وكما قال الديمقراطية عائدة وراجحة بإذن الله. إذن كل البرنامج ده مختص بالسيدة الإمام صدق. اشتغلنا معكم حلقة قبل ذلك عن الأم، ويتكلم السيد صدق المهدي هنا عن الأم. برضو بترحم عندنا جارتنا من أنصار السيدة عائشة بنت الزبير، ربنا يرحمه ويتقبله، كان جاء الإمام الصادق في زيارة في الحوش الخلوة هناك، ويتكلم عن انه كتابه القادم الإنسانية في القرآن الكريم، هل تم الكتاب ده؟ هو أعد الكتاب ان شاء الله يعني في السيرة النبوية. نعم. والكتاب في شكل درافت ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله يعني في الفترة القادمة انه يعني الكتاب يتعمل، لانه هو يتكلم عن إنسانية القرآن دي برضه. نعم. إنجاز. نعم. نعم. نعم نعم هو عن السيرة النبوية، يعني هو كتاب عن السيرة النبوية، فهو كتب يعني فيه كتب الكتاب درافت يعني قبل رحيله، وإن شاء الله الكتاب يصدق في الفترة القادمة بإذن الله. أكثر ما تميز به السيد صادق المهدي؟ أنا زي ما قلت لك الحبيب الإمام يعني هو يتميز بالإنسانية وبالحكمة وبالصبر وبمعاملته الكريمة للناس، ويعني زي ما قلت لك هو يعني التعامل معه انت بتشعر بانك انت بتتعاملي ما مع انسان عادي، يعني بتتعاملي مع نبي، يعني في سلوكه وفي اخلاقه وفي احترامه للناس الصغير والكبير وتفقده للناس وحكمته. وزي ما قلت لك يعني كل الناس اجمعت في هذه الظروف انه نحن احوج له في هذا الظرف العصيب اللي مر به السودان. كلمة أخيرة؟ كلمة أخيرة أنا بترحم على الحبيب الإمام، وبسأل الله تعالى إنه يعني يرحمه. وآخر كلماته قال: ولقد شيعنا حقاني إلى الحق إنا إلى ربك الرجعة. له الرحمة والمغفرة. والتحية لكم أنتم في قناة النيل الأزرق، والتحية لك الأستاذة عفاف حسن. محمد زكي، سيد محمد زكي، احنا شاكرين لك لوفائك العظيم وإخلاصك للإنسان الإمام الصادق المهدي، ربنا يرحمه ويتقبله في على الجنان. وإنت ذاتك يعني
الانسان لما يكون خلف كواليس يعني العمل الكبير يكون بطوله درجه اولى. سعيدين ان احنا ناخذ منك مقتطفات لانه انت اقرب لكل الحاجات اللي اتقالت والما اتقالت ومعرفتك بالامام يعني، وانك انت ذاتك خدمته بذات المحبه والصدق، وحتى كنت سفير له لكل ما حوله ومستمر على ذلك والى يوم الدين ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يتقبلك مزيد من التوفيق لك. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا، شرفت واكثر من شرفت. شكرا جزيلا، تسلم.